بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشكالك اللي وطاس خمسه داك اللي خدي كاميرا كني ونسطاره كني يوم الانيت السنم بالله يعني الليله النهار كي مرات ما كانش من تما جيت الظرف صعب جدا السنم بالله قليله اللي تما يعني وغاس التاريخ ضم قران فهمتني غلا ونتا ان شاء الله مارز الفعاليه في قديم من الهلال سكلا عافا زي المسيرين فهمتني غلا تخزان شويه تراكي فويا فهمتني غلا لازم تكش نفوس ان شاء الله مريا يشتاب شاد فهمتني غلا انكيج الارض هي صلبه اللي تما الفريق الناس نهار الفريق وغاسل المقر وغاسل بول موارد ماديه وموارد بشريه وغاشا فهمتني غلا اذا خصنا غنبدا زيد جديد انكيج مجهود وتما الجمهور تاغزي سي شنو حاجه يعني ويترجب واش نحاج الطوام اخرى لان قتوالا من تما بصح حاره بقاي روح نقعد نهوى ديعان نقعد نهوى لان ما يمي وغنغبو تما فهمتني غلا وغنغبو لا فازي زي تما يلعبان فهمتني غلا لان الليله النهار اول وقف له كل شيء خصي لا فاز الاساس ما يخفى يعمد واخا يقعد راسي غوندا وادعو كوي ديال يعني فهمتني غير ايوا دويت التاغوا تما فهمتني غير وتما تمني غير ان شاء الله يديك شي ودان فلوس نمشي انا يا عز ايش السؤال السي بلاسي مش تقول لك تعيب انا ومين جندي الشباب اللي هي داري قدر سيرينا في بطوله مش غاريش الفكره تما خاصها تسير غير الجمهور لان الغلط ماشي الغلط الاغلط اللي تغنتك هو انه كل عام تاع انت ويد كيبوزي جديد فهمت تاع انت ويد 11 12 13 14 لعاب زي برا عام يدي كان عاود نفس الشيء فهمتني غلا تما قنغدي النيوا مش تمني غير تما فهمتني غلا زي يعني زكودان اخر هذا قش شويه تما الوقت باش نكون الفئه الصغرى فهمتني غلا تما توعد تما توعد الجمهور بان قاديني نهار قاديني الجونيور غالي هنا تصدري سبحان الله لان بارتي دو تيم كولا مار البطوله اللي راه الزيتن ومشي النتيجه الصباح ومن بينهم توغا المدرب النادي ما كناسيش كاري في نطاس فهمتني غلا ويشري تزوقين شو دير الله يخليكم تفرد الحبوط كحنجه يعني تماج البادره طيبه.